السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله واحوال طيبة. اليوم جيت نشارك معكم طريقة الكيش ديالي. كيجي غزال، لاباط ديالو كتجي غزالة مقرمشة بدون زبدة بدون بيض. بالنسبة هنايا للمكونات، غنستعمل هنايا نص كاس ديال زيت المائدة، نص كاس ديال زيت المائدة. بالنسبة لهاد لاباط هادي كتجي غزالة، غير جربوها. هنايا عندي نص كاس ديال الحليب، الحليب نضيفوه شويه، غير شويه، غير نغيزه وصافي، ماشي بزاف. وهنايا عندي مغرفه صغيره، النص ديالها ديال الخميره الفوريه، نص مغرفه صغيره ديال الخميره الفوريه. وهنايا عندي الدقيق. بالنسبه للدقيق ان شاء الله انا نعطيكم القياس ديالو بالضبط، حيت انا كنعمل عيني ميزاني. وصافي، هنايا بالنسبه لاباغيا كيش ولا الكريمه اللي غنخدموا بها، هنايا عندي لاصوص بيشاميل اللي خدمتها في الدار، الطريقه ديالها معروفه. وعنضيف عليها بيضه اللي نسيت ما ذكرتهاش. وهنايا عندي بصيله شحرتها مزيان حتى تعسل، مع شويه صويا صوص، مع مثلا لا مليحه لا والو. وهنايا عندي علبه واحده ديال التونه. وبالنسبه للبصل حيت صويا صوص كيكون مالح. وصافي، هنايا عندي فرماج غابي يمكن تستغنوا عليه، ماشي ضروري. وصافي، دابا نجوزو الطريقه ديال التحضير. هنايا غنعمل في انبول، غنعمل الزيت ديالي، وعنضيف الحليب، وعنضيف الخميره، ونخلطهم نخلطو مزيان هيدا بشي معلقه. وصافي، ديك الساعه عمله نضيف الدقيق ديالي. وهاد العجينه هادي ما كنعجنوهاش، غير كنخلطوها. انتم عاد تشوفوا الفيديو كيفاش الطريقه، كيفاش غنخدمها، غير كتخلطوها وصافي، باش كتجي بحال اللي مورقه، كتجي غزاله وكتجي مقرمشه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، ما تستغنيوش عليها اذا جربتوا هاد الوصفه هادي. وصافي، هنايا عمدا نضيف مغارف، غنحسب معكم حتى انا. المهم انا كنعمل وانا كنخلط. وصافي، هنايا كيف ما كتشوفوا ضفت 8 مغارف كبارين عامرين بالدقيق، عامرين. وضفت شويه الملحه اللي نسيت ما ذكرتها لكمش في الاول، اي قبيصه ديال المليحه. وصافي، ما كنعجنوش العجينه، هي كنحاولوا نجمعوها باش كتجي بحال اللي مورقه. مهم هاد العجينه غزاله، ما تستغنيوش عليها ان شاء الله في الكيش ديالكم، وتقدروا تعملوا بها حتى الكيش داك اللي كيش صغيورين. انا عملت كيش كبير فردي. صافي، انا استعملت هذا المول، هذا يمكن تستعملوا المول اللي كيتفتح من الجوانب ولا اي مول عندكم، ماشي ضروري هذا ديال لي طارت. وصافي، بالنسبه هنايا مهم كيف ما كتشوفوا غنطلق في ماليمونتير، وغنطلق منه نطلق فوق منه ديال ديك العجينه باش كتجينا سهله. نتوما تشوفوا في الطريقه في الفيديو. بغيت غير نقول لكم بالنسبه لابيل شامل، عملت مغرفه ديال الزبده كبيره عامره بالزبده، عملتها في كاسرونه اللي غنخدموا فيها لابيشاميل ديالنا، وكان خليوها حتى تذوب، وكنزيدوا لها مغرفه كبيره ديال الدقيق. صافي، كنخليو الدقيق حتى بحال اللي كيتحمص شويه في ديك الزبده. وصافي، ديك الساعه كنبداو نضيفوا الحليب شويه بشويه، وحنا كنخلطوا مزيان باش كتجينا ديك لا كريم ديالنا كتجينا ليس، ما كتجيش فيها كويرات، وهذه كتجي غزاله. صافي، من بعد ما كطيب كنضيفوا لها مليحه، الابزار، الفلفل الاسود. وصافي، ديك الساعه كنزولوها فوق النار وكنخليوها تبرد مزيان. وصافي، يمكن تزيدوا لها مثلا جبن مثلثات، كتزيد تسلدده، مهم اي حاجه، الاضافات كيبقاو اختياريين. وصافي، ديك الساعه
عاد تشوفوا الطريقه ان شاء الله في الفيديو. صافي دابا غندوزون العمارة ديال الكيش ديالنا. هنايا جبت لاصوص بيشاميل ديالي وحاولت نفتحها مزيان حيت اصلا كتكون بدات كتقل. صافي كنحاول نفتحها مزيان وكنضيف لها بيضه ديالنا وكنخلطوها مزيان وصافي هي واجده لاباري كيش. ما كنحتاجو لا كريمه لا والو وصافي. مكونات كاملين موجودين في الدار ديالنا. صافي ونخليكم مع الفيديو كيفاش نعمر الكيش ديالي ونرجعوا ان شاء الله من بعد.
صافي هذه هي الطريقة. كنصحكم تجربوا هاد الحشوة، صراحة هائلة هائلة، ماشي عادية، كتجي لذيذة بزاف وما كتشبعوش منها. ويمكن تستعملوا غير البصل، ماشي ضروري غير البصل وشامبينيون، مهم اللي متوفر عندكم في الدار. يمكن تعملوا فيه دجاج، مهم اي حاجة متوفرة عندكم في الدار. وهنا يا صافي كيف ما كتشوفوا نحاول نعوض الجوانب حيت جاو طالعين، نحاول نعوضهم شوية، اي حاجة بقياس ديالها صافي. وعندي في الجبن ديالي، يمكن ما تستعملوش نتوما، دابا غندخلو الفران اللي فتحته من تحت، ما كتعملوش مجهد بزاف وصافي. غنخلي حتى كيطيب باش كتعرفوه طاب، ديك الجوانب كيبداو يتجمعوا، ما كيبقاوش لاصقين في المول ديالنا، كيبداو يتجمعوا. كنبقاو نشوفو مرة حتى كيتحمر مزيان من الجوانب، ديك الساعه كنفتحو عليه من الفوق وكنحمرو شويه من الفوق وصافي. ها هو الكيش ديالنا واجد، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. وان شاء الله باقي نشارك معكم فيديوهات بزاف ووصفات ساهلين، وان شاء الله كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. ما تنساوش تدعموني وتعملوا لي جيم للفيديو ديالي وكومونتير، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي سوها فود. وبسلام عليكم.